أيها الإخوة، أقف بهذا الدرس عند هذا الحد. يحضر معنا على العادة التي كنا دائما عليها، بعض حينما يحضر إلى هذه المدينة بعض الأساتذة نغتنم فرصة وجودهم لنلتقي وليتم التعارف العلمي وليتم توسيع المشيخة كما كان عند العلماء السابقين. ويحضر معنا أحد الأساتذة من مكناس ودكتور فريد الأنصاري ليحدثنا إن شاء الله في هذا المجلس بما يسر الله له به إن شاء الله. ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نسأل الله النجاة والعتق لنا ولكم وللمسلمين أجمعين من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. ثم أما بعد، أيها الإخوة، ما عساني في مدينة القرآن أن أقول أو أن أتحدث إن لم يكن حديثي حول القرآن، وذلك أن كثيرا من المسلمين اليوم يتساءلون، وقد سبق كلام لشيخنا فضيلة الدكتور مصطفى بن حمزة عن شيء من هذا الواقع المؤلم الذي نعيشه. كثير منا يتساءل، ما بالنا نحن أمة المسلمين في هذا الذي صرنا إليه، وبيننا مع ذلك كتاب الله، وبيننا مع ذلك سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، لما لم يفعل كتاب الله فعله فينا، ولما لم نتفاعل مع كتاب الله عز وجل إذ نقرأه ونتلوه صباح مساء في مساجدنا وفي بيوتنا؟ أحسب أننا في حاجة ماسة إلى مراجعة أنفسنا، ما موقعها من هذا القرآن الذي نتلوه؟ ما كان ينبغي أن نبقى هكذا إلى الأبد عند حدود الأخذ بمظاهر التدين؟ والقرآن الكريم يأمرنا ويرقينا ويقربنا إلى الله عز وجل، ثم إن نظرتنا التي طبعتها العادة الفاسدة، والدوام على الشيء قد ينقل الفعل من العبادة إلى العادة، نظرتنا هذه إلى القرآن الكريم مع الأسف تحولت مما كانت عليه عند أسلافنا وعند الصحابة رضوان الله عليهم قبل ذلك إلى شيء آخر، غير نظرة المسلمين في العموم عن القرآن الكريم من طبيعته الربانية الحقيقية في أحسن الأحوال إلى كتاب نتبرك به. ولذلك وجب أن نسأل أنفسنا، ما القرآن هذا الذي نتلوه وهذا الذي نعلم أنه من عند الله عز وجل قطعا ويقينا، والذي نعول عليه في إصلاح أنفسنا وإصلاح بيئتنا ومجتمعاتنا؟ كل العلماء يجمعون على قسم مهم من تعريف القرآن، فيقولون القرآن كلام الله. هذه الأشياء التي تسمى بالبديهيات نحن اليوم أحوج ما نكون إلى مراجعتها، وكثير من الأشياء يعتقد الناس أو نعتقد في أغلب أحوالنا أنها بسيطة فنتجاوزها، ويكون ذلك سبب هلاكنا وشرودنا وغفلتنا. أن يكون القرآن هذا المتلو بيننا كتاب الله، بل كلام الله، كلام الله، هذا شيء عجيب، شيء عجيب وغريب لا يتسع الوجدان لاحتضانه، لا يستطيع. الله عز وجل رب الكون، وما أدراك ما الكون في سعته وعظمته وامتداده، سبحانه وتعالى يتكلم مع من؟ معك أنت وأنت، مع كل المسلمين، مع كل الناس، يخاطبهم في أنفسهم واحدا واحدا، عجيب. ولا تستطيع أمة اليوم من الأمم في الأرض أن تثبت أن لديها جملة واحدة قطعا ويقينا
من كلام الله على تمام العبارة لفظا ومعنى ما عدا الأمة الإسلامية التي تثبت فعلا بالقطع واليقين، ويثبت غيرها أيضا أن هذا القرآن فعلا كلام الله عز وجل. النبي عليه الصلاة والسلام يوما خرج على المسلمين في المسجد وقال لهم أبشروا أبشروا، فشرأبت أعناق الصحابة، قال أوليس تشهدون أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قالوا بلى. قال فإن هذا القرآن سبب، وفي رواية حبل، حبل هو السبب، حبل طرفه الأعلى بيد الله وطرفه الأدنى بأيديكم. عجيب، حبل يربط الله به الناس من المسلمين ممن اعتصم به، يربطهم به سبحانه. أنت حينما تعتصم بكتاب الله تكون آنئذ قد ارتبطت بالله عبر حبل طرفه الأدنى بيدك وطرفه الأعلى بيد الله عز وجل. ليس عبثا، ليس عبثا أن يجعل النبي عليه الصلاة والسلام لقارئ القرآن بكل حرف حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. وهذا شيء في الحقيقة يدعو إلى التأمل. أنؤجر على الأحرف؟ لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف. ما الحرف؟ شنو هو الحرف؟ وحدة صوتية لا معنى لها، يستوي في ذلك الحرف في سائر اللغات. الباء هكذا مجردة، الجيم شنو معنى الجيم؟ لا معنى لها، ولا يكون للحرف معناه إلا إذا كان في كلمة وحدة صوتية. فكيف يؤجر الإنسان على ما لا معنى له؟ هذا الكلام ينطبق على قواعد الكلام العام من كلام البشر، أما هذا فكلام الله، الله تكلم به. ليس في أحرف القرآن شيء عادي، طبعا ماشي بالمعنى اللي تقول الباطنية كما قال بعضهم الألف باردة والحاء حارة والميم ساخنة إلى غير ذلك من ترهات الخرائف، طبعا لا، ولكن المقصود هذا الحرف الحمد لله الذي تنطق به أنت وتتلوه، تكلم به الله، يكفيه شرفا، يعني هذا الحرف أنه قد تكلم به الله، ويكفيك أنت شرفا وعظمة أن أتاح الله لك. عجيب، أن أتاح الله لك أن تتكلم بكلامه. ما الإنسان؟ ذرة صغيرة، يسكن ذرة صغيرة، الأرض كلها، ما موقع الأرض من السماء الدنيا الممتدة بأفلاكها وكواكبها وأنجمها وفوقها سماوات، والله عز وجل محيط بكل شيء، يقدر سبحانه وتعالى تفضلا منه ورحمة أن يخاطبك أنت أيها الإنسان الضئيل الصغير، ويتيح لك أن تتكلم وتتلو كلامه. من عجائب ذلك أن الله سبحانه وتعالى أنعم على الإنسان بنعم لا يستطيع أن يقدرها قدرها ولا أن يشكرها بعد ذلك. طبعا إذا ما كنت تستطيع أن تقدر هذه النعمة وأن تحيط بها ولا تصورا، فمن باب أولى وأحرى أنك لا تستطيع أن تحيط بها شكرا. ونعمة الله عز وجل لا يحاط بها. وها هنا أضرب مثالا لنقترب شيئا ما من معنى القرآن، هذه النعمة الربانية العظيمة التي هي بين أيدينا ومع الأسف لا نعرفها ولا نحاول حتى أن نقترب منها. أعني المسلمين، من يستطيع أن يحيط بنعمة البصر؟ لا أقول البصر مطلقا، لا، نظرة واحدة، نظرة واحدة. لو أتيح لشخص أعمى أو أكمه، يعني ولد أعمى أصلا لا يعرف شيئا من المنظورات والمرئيات،
يود لو يتاح له أن يفتح له بصره فيلتقط نظرة واحدة فقط، نظرة واحدة في الحياة وفي الطبيعة، لكان بذلك قد علم شيئا عظيما. مرة تجربة شخصية هذه حدثت لي، سألني أحد إخواننا المكفوفين ممن قدر الله عز وجل أن يحرمه نعمة البصر، سألني عن الفجر كيف يكون. أحسست بحرج شديد، كيف أشرح له الفجر؟ حاولت لكني لا أستطيع. من يستطيع أن يصف اللون، أي لون، الصفرة أو الحمرة أو أي شيء لشخص ضرير لا يبصر وما سبق له أن أبصر؟ شرح له اللون، لا تستطيع، مستحيل، إلا أن تتيح له أنت إن كنت قادرا أن يبصر ببصرك ولو لقطة واحدة يعرف فيها ومن خلالها اللون الأحمر أو الأخضر. نعمة البصر هذه فقط البصر، لا تنحد فقط بمعنى البصر، لا، لقطة واحدة، لقطة تضر الأشكال الهندسية الألوان، مستحيل حصر هذه النعمة. الحلوات من الأشياء التي تتذوق، أتستطيع أن تشرح العسل، ما العسل، لشخص لم يذقه تعطيه كأس من العسل تقول هذا العسل لونه كذا وكذا وهو من إنتاج النحل إلى آخره، لن تعرف العسل، فقط أن تعطيه قليلا من العسل يذوقه آنئذ سيعرف ما العسل. ولذلك منذ القديم قالت العرب وفسر الماء بعد الجهد بالماء، شي واحد قالوا ليش هو الماء، فكرت تايا قال لهم الماء هو الماء، ما وجد له تفسير، مستحيل، هذه أشياء بديهية بسيطة. نعم الله عز وجل لا تحاط تصورا ولا تحاط شكرا، فكيف تستطيع أيها العبد الناقص، والإنسان ناقص، أن تحمد الله عز وجل حمدا كاملا؟ مستحيل، من نعمته عز وجل بنا أن حمد نفسه فقال الحمد لله رب العالمين، قل الحمد لله إلى غير ذلك من ألفاظ الحمد، وجعل لك الحمد تلاوة تتلوها صباح مساء في الصلاة، لكن بلفظه هو سبحانه وتعالى، وكلامه صفة من صفاته وهو عز وجل كامل، فإذا تكلمت بكلام الله وتلوته تكلمت بالكمال، وحمدت الله عز وجل وشكرته بالكمال. أما أن تجعل ذلك من كلامك، يعني تقول الحمد لله خارج الصلاة، خارج المعنى المتلو من القرآن وأنت لا تنوي تلاوة القرآن، فحمدك ناقص لأنه صادر عن إنتاج بشري ناقص. القرآن شيء عجيب وغريب، غريب فعلا أن يكون أيها المسلم بين يديك كلام الله عز وجل متاح ميسر، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، ميسر هذا القرآن الكريم كلام الله عز وجل، طبيعته التي جاء بها من عند الله سبحانه وتعالى أنه رسالة، رسالة. ومع الأسف نحن نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً صلى الله عليه وسلم رسول الله، ترفعها المآذن في كل مكان، ترفعها المآذن في كل مكان، ويذكر الله بها على كل حين، بسيطة بديهية تحتاج إلى تحقيق. كما أن إحساسنا بالقرآن كما ذكرت قبل يحتاج إلى تحقيق، نعود نحققه، هل فعلا ندرك ما القرآن، ما كلام الله، ما هذه النعمة العظيمة التي بين أيدينا، وهل ندرك فعلا ما رسول الله، يعني ما المعنى، هذا المعنى ديال رسول الله، ما رسول الله من حيث المعنى، يعني هل ندرك هذا، هل نشعر به وبحقيقته العظمى؟ الله عز وجل أرسل محمدا عليه الصلاة والسلام إلى الناس، وكان متن الرسالة هو هذا القرآن، هذا القرآن جاء به سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام رسالة من عند الله. ومع الأسف نحن، وهذه من مشاكلنا إزاء القرآن، ولذلك لا يؤثر القرآن فينا التأثير المبتغى على شرطه، يعني على شرط القرآن، لا نتلقى القرآن تلقي الرسائل ولا
على مستوى الرسائل العادية البشرية. يعني القرآن صافي، يعني ما عندناش إحساس بأن القرآن رسالة من عند الله، ما عندناش هذا الإحساس بشكله الحقيقي. حينما يأتي ساعي البريد، ونتصوروا مثال بشري، كيجي ساعي البريد الفاكتور يجي للدار ويلقي برسالة في صندوق البريد، تحدث رجة في البيت كله، من الطفل الصغير إلى الوالدين، والكل يتسابق إلى الرسالة، كل شيء يجري في الدار من الكبير الصغير للحصول على الرسالة من صندوق بريد المنزل. نحس بالرغبة في معرفة هذه الرسالة من أين جاءت، وحينما تأتي من قريب أو حبيب نأى به البعد والسفر والغربة تكون أعز آنئذ ما تكون، وتقرأها الأم إن كانت من ابنها، ثم لا تمزقها وإنما تحتفظ بها، ومن حين لآخر تستخرجها مرة ثانية وتقرأها، إن لم تكن قارئة استقرأتها، تقلب على اللي يقرأ من ولدها أو من غير أبنائها فتطلب منه القراءة وتسمع، ثم مرة أخرى ومرة أخرى مرات، وتبقى بين يديها وثيقة تحن إليها من حين لآخر. وعادة فينا جميعا أن أول شيء نقرأه من الرسالة عنوان المرسل، أو بالأحرى اسم المرسل. يهمنا كثيرا أن نعرف من أرسل الرسالة، المرسل. لما؟ لأن بقدر قيمة المرسل تكون قيمة الرسالة عندنا. من اللي يكون المرسل شخص عزيز، الرسالة كتزاد معزة. وإذا كانت الرسالة جاءت من شخص لا قيمة له عندك، تلقى في سلة المهملات. كيف بك أيها الإنسان المسلم وقد جاءتك رسالة من رب الكون، أن تنسى أن هذا القرآن تكلم به الله؟ هذه وحدة كافية. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، من خشية الله. القرآن الجبل يشعر بالقرآن من حيث إنه كلام الله نازل من عند الله، المتكلم به الله رب العالمين. تحقيق معنى رسول الله في أنفسنا يحتاج إلى إعادة نظر لنعرف هذا الرسول عليه الصلاة والسلام جاء بأي شيء ومن عند من. والإسلام ديالنا قائم على رسول الله، هكذا نشهد وهكذا نقر وهكذا نعبد. والإنسان عادة مجبول، يعني فطري فيه مفطور على معرفة من أسدى إليه معروفا. لو أن شخصا أهدى لك هدية واجتهى بمنزلك ولم تعرف من هو، قيل لك هذه هدية جاء بها شخص، ستبقى بعد ذلك مهموما بمعرفة من أهدى إليك هذه الهدية، وتسأل من جاء، كيف شكله، كيف حاله، ما إلى آخره. هذه فطرة في الإنسان، عادة. وكذلك هو مجبول على معرفة من كان سببا له في أي خير، في أي خير من ذلك أن يعرف والديه اللذين كانا سببا في وجوده من حيث النسل. فكيف ينسى أن يسأل عن من كان أصل السبب وخالق السبب الأول في أن يخلق أصلا ويكون، في أن تخلق أصلا وتكون؟ أذكر هنا حديثا، قصة وقعت زمن النبي عليه الصلاة والسلام، وذلك في غضبة غضبها النبي عليه الصلاة والسلام يوما بسبب كثرة الأسئلة التي طرحت عليه من لدن الصحابة أو بعض الصحابة أو بعض الناس بالأحرى من الأعراب ممن لم يتأدب مع رسول الله عليه الصلاة والسلام. جاء عربي يوما وقال: يا رسول الله أين ناقتي؟ سؤال يعني فيه إهانة لهذه الرسالة ولرسول الله عليه الصلاة والسلام، فما بعث رسول الله ليخبرك أين ناقتك؟ وغضب النبي عليه الصلاة والسلام وصعب المنبر وقال مقالته المشهورة، ثم قال: سلوني سلوني سلوني،
وجعل يكررها. وكان الجو جو غضب، فقام رجل من الناس قال أين مقامي، يعني في الآخرة، قال في النار. ثم قام آخر، يعني السؤال الأول كان مغامرة والجواب كان خطيرا، وقام رجل آخر وقال يا رسول الله من أبي؟ الصحابة الكبار المعروفون أصيبوا بالخوف والهلع، عمر أبو بكر وغيرهما من كبار الصحابة، ما نطق أحد. فقال النبي عليه الصلاة والسلام للرجل الذي سأل من أبوه، قال له أبوك حذافة، أجابه بمن هو أبوه فعلا، وكان كذلك. ثم قام عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقال رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. فسكت النبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك. الشاهد عندي ها هنا أن هذه الحالة المخيفة من الجو الذي كان فيه الصحابة مع رسول الله عليه الصلاة والسلام لم تمنع ذلك الصحابي عبد الله بن حذافة في أن يسأل من أبوه، لأنه كان يلاحى في الجاهلية، كان إلى الضرب مع شي وحدين مع الدراري الصغار من اللي كان طفل كيعايروه بمه، يشككون في بنوته لأبيه، فكانت فيه عقدة إلى أن كبر واكتهل، ومع ذلك ما زالت فيه عقدة. فقال له أبوك فلان حذافة. ما يستريح الإنسان عادة، هذه فطرة، حتى يعرف من كان سببا له في الولادة والنسل. ولذلك من عادتنا أن نسأل عن أحبابنا وقربائنا الذين انقطعت أخبارهم عنا، وننفق في ذلك المال والوقت والأعمار، ونغامر بحياتنا لمعرفة هذا. أولى بنا مع كتاب الله عز وجل أن نعرف من المرسل لهذه الرسالة، من كان سببا لنا حقيقيا في الوجود. ولهذا جاء القرآن الكريم يأمر الإنسان بعبادة الله على أساس حق الله عز وجل الأول على الإنسان. وحق الله عز وجل الأول على الإنسان هو الذي يسميه العلماء بحق الخالقية، ما زال ما كاين كلام على المسلمين، على الناس. الله عز وجل خلق الناس، فله بذلك حق سبحانه وتعالى على كل الناس من حيث خلقهم، فوجب أن يعبدوه وأن يؤمنوا به. لذلك هو سبحانه وتعالى الذي تعلقت إرادته كما قيل قبل قليل، وعلمه سبحانه وتعالى وأمره بأن يكون الإنسان فكان. أولم يكن ممكنا أن لا يخلقك الله أنت أو أنا؟ بلى، الله تعالى ما خلقش واحد من غير خاطره سبحانه وتعالى، هو سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء ويختار، فخلقه لك تفضل منه في أن تكون سبحانه وتعالى ونعمة. وحق له عز وجل عليك إذ خلقك، من زعم أنه خلق نفسه فله الحق أنا إذن في عبادة نفسه، ومن زعم أن الذي خلقه غير الله عز وجل فليعبد من خلقه من دون الله إن كان على حقين وصدقين مما يزعم. ومن أدرك أن الله عز وجل وحده يخلق، أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ ولذلك أول كلمة نزلت على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام اقرأ باسم ربك الذي خلق. عجيب، فيه وصف لله عز وجل الرب. هذا الرب يعني أول جملة من القرآن، أول آية فيها تعريف لمحمد عليه الصلاة والسلام بربه، يعرفه بربه، وقد كان قبل ذلك حائرا يبحث بفطرته عليه الصلاة والسلام عمن خلقه وخلق الكون كله، ووجدك ضالا فهدى. فجاءت الهداية، أول عبارات الهداية تعلم محمدا عليه الصلاة والسلام بربه وتعرفه به بصفة أولى الذي خلق. القرآن ماشي يعني العبارة ديالو زيد نقص، يمكن تكون الذي خلق وتبدلها وتدير الذي أنعم مثلا أو شيء من هذا القبيل، يعني أبدا. كلام الله عز وجل كل كلمة بل كل حرف كان فيه إلا ولحكمة بالغة
قدم هذا أو أخر ذاك أو نزلت هذه قبل هذه أو إلى آخره، كل شيء فيه بحكمة. والقرآن الحكيم كله حكمة لفظة لفظة. فالإنسان إذن أول المعرفة اللي محتاج لها أن يعرف ربه من حيث إنه عز وجل خلقه. أشكر إن استطعت نعمة الخلق أنه عز وجل خلقك ولم تكن شيئا مذكورا. هلت على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، العدم. هذا الإحساس سبحان الله العظيم غير كتأمل فيه كتخلع، لأن الإنسان من عادته أن يفكر في أزمنة ثلاثة. يفكر في ماضيه هو الذكريات ديالك منذ أن كنت صغيرا أو حتى قبل أن تولد، مما حكي لك كيف كان حملك وكيف كان وضعك. عادة الإنسان في هذا الشيء فكر، إذا فكر في الماضي يعني في الماضي دياله هو، وفي أوسع الأحوال يفكر في الماضي الجماعي للإنسان أي التاريخ، ولكن الإنسان بعدما خلق فكان، ويفكر في حاضره. في مستقبله الله عز وجل بهذه الآية أمر الإنسان أن يفكر فيما قبل الزمن، قبل الماضي، مرحلة ما قبل الماضي. هلت على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. عجيب فعلا، يصاب الإنسان بالرهبة أنه يشعر أنه في لحظة ما كان عدما، شيء لا يتصور، غير قابل للتصور. صعيب على الإنسان بعقله يعني يتخيل العدم، ما يمكنش، صعيب. يشعر الإنسان بالرهبة خوف. إنا خلقنا الإنسان من نطفة نمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. عجيب، إنا خلقنا لم تكن ثم قدر عز وجل أن تكون فخلقك. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. وإذا كفر الإنسان أول محاكمة يحكم ربي بهذه، قتل الإنسان ما أكفره، من أي شيء خلقه أول حجة وأول محاكمة، من أي شيء خلق الخلق، كيف تكفر وأنت لم تخلق نفسك، بل الله الذي خلقك. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، هذاك الأعرابي الكافر الجاهلي. واحد المرة قال لهم اليوم غادي نحصل محمد عليه، سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، أيوة حلو بالحجة، مستجاب عظام ناخرة قديمة فدقها حتى صارت غبارا رميما، وجاء بها مع ثلة من أصحابه من الكفار يعني أصحاب الكافر، ونفخ فيها بين يدي رسول الله عليه الصلاة والسلام وقال يا محمد من يحيي العظام هذه الفرينة، شكون يحييها، من يخرجها كما كانت إنسانا. تعجيز الله عز وجل، عجيب سبحان الله العظيم. وضرب لنا مثلا، قبل ما يجاوبه قال ونسي خلقه، القلدة ديالو قداش انسى هو بعد برسول من ينجى. وضرب المثال بالعظام النخرة، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق. الخلق الأول والخلق الثاني كما بدأنا أول خلق نعيده، وكل خلق مما علمنا ومما لم نعلم، والله به عليم عز وجل. هذا القرآن أيها الإخوة رسالة جاء من عند الله ليخبرنا أولا سبحانه وتعالى أننا مخلوقون. وإذا تحقق هذا فينا على الأقل نحن معشر المسلمين الذين نؤمن بهذا القرآن، كان بعد ذلك شعور المؤمن أنه عبد. لأنه إذا كان خلقك وأحسست بهذا وشعرت به تعلق بك نوع من الرغبة في الشكر. لما تحس بأن الله خلقك ولم تكن شيئا مذكورا تصبح بعد ذلك بشكل تلقائي. تأمل هذا في نفسك
في خلوتك بينك مستحيل، ما تستطيع. لو كانت لك القدرة على الخلق لصنعت شيئا، أما وإن الخلق ممتنع عن المخلوقين، هما مخلوقين. وتصور الخلق سبحان الله العظيم من أغرب المعجزات، بل من أعقد المعاني وأصعبها على الإدراك البشري، معنى ديال الخلق في القرآن الكريم، بل الخلق مطلقا يعني خلق الله عز وجل. من العبارات التي أمجها شخصيا ما تعجبني نسمعها، كيقول لك أنا بغي نخلق واحد المشروع، سبحان الله. يعني عبارة الخلق هذه عبارة لا تليق إلا بالله سبحانه وتعالى، أفمن يخلق كمن لا يخلق. خلق آدم سبحانه وتعالى الله عز وجل، وتخيل آدم وهو تمثال أول الأمر من طين، يتحول بقدرة الله عز وجل خلقا آخر طين، وطين من حمأ مسنون، مجرى اللي هو يعني طين خامج، يتحول إلى ما؟ إلى جمال، إلى النقيض تماما سبحانه وتعالى، يخرج النقيض من النقيض، يخرج الحي من الميت، وأيضا بهذا المعنى يخرج الجمال من القبح، طين النتن يجعل الله عز وجل منه هذا الجمال الإنساني البشري. والطفل يخرج من بطن أمه وقد خلق من ماء مهين نعافه ونغتسل منه، ويخرج منه عز وجل الجمال. شوف الطفل ساعة ولادته في ذلك الرونق الرباني والجمال العجيب الذي يكون عليه، عجيب فعلا. وكيف يتحول الطين في جسم آدم وهو طين قبل أن يكون كما كان بعد إلى لحم ودم، كيف تتحول كتلة من طين في عينه إلى آلة باصرة طريفة لطيفة مائية تبصر الألوان والأشياء والأشكال، كيف يتحول أو تتحول كتلة من طين في رأسه إلى دماغ بشعيرات دموية دقيقة، ويتتحول كتلة من طين في داخل صدره إلى قلب ينبض بالحياة. أشياء يصعب على العقل أن يدركها أو يحيط بها، بلها أن يشكرها. زريعة تغرس، بذرة تغرس في الماء والطين وتنتج أطيب الفواكه لونا ومذاقا وجمالا. خلق حاجة غريبة، ولذلك من تأمل هذا من المؤمنين أحس بالعجز عن الشكر، لا تستطيع أن تشكر ربك تمام الشكر، شعور بالعجز، مهما صليت مهما أديت مهما صمت مهما عبدت مهما جاهدت لا تستطيع. لا أحد يدخل الجنة بعمله، قيل ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. هذا الشعور هذا هو العبودية، يعني تخضع لله عز وجل إزاء هذه النعمة الكبرى المطلقة الرهيبة. إننا أيها الإخوة في حاجة إلى معرفة ربنا، راه مازال ما كنعرفوش ربي عز وجل، مازال غلطين. فهذه الأشياء التي نعتقد أننا نعرفها والحقيقة أننا لا نعرفها، ولو كنا نعرفها حقا لما كانت الحال هي الحال. حالنا يدل على جهلنا بالله، في حاجة شديدة نحن إلى مراجعة ما نعتقد أنه من معلوماتنا من الدين بالضرورة. مازال نعود الرجع هذه. فشعورك آنئذ بالعجز قلت هو عبودية، هو فعلا خضوع لله عز وجل، ولذلك خلقك. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يعني أن تشعر بالخضوع لله عز وجل وأنك لست ملك نفسك، هذا أول شعور تعبدي. كيقول لك بنادم أنا ديال راسي، أنا ديال راسي ندير ما بغيت، سبحان الله، ديال راسك، أنت ديال الله. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن. ما معنى عبد الله؟ يعني أنت ديال الله ماشي ديال راسك. ومشكلتنا ومصيبتنا أننا كلنا كنشعر أننا ديال روسنا، ندخل فوق بغيت ونخرج فوق بغيت،
ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يدخل ولا يخرج ولا يتصرف إلا بإذن الله، يعني أنه حاسس وشعر بأنه عبد، وقد اختار بعد أن خير بين أن يكون ملكا رسولا أو أن يكون عبدا رسولا، فاختار أن يكون عبدا رسولا. ومن تلك اللحظة لم يزل يجلس جلسة العبد ويأكل كما يأكل العبد إلى غير ذلك مما قال عليه الصلاة والسلام وما قيل في حقه وفي وصفه. حينما شعور أننا إنما نحن لله وبه، فإنها حينئذ لا تستطيع رجلك أن تمتد إلى الحرام، لأنك تعلم أنه غير مأذون لك فيه، ما عندكش الحق، مولاك اللي خلقك ما عطكش الإذن تمشي للحرام، وأن هذه الواجبات الملقاة على عاتقك من صلوات وصدقات وكل أعمال البر هي مقتضيات الخدمة لسيدك ومشي لخاطرك، لأنك عبد، شعورك بالعبودية يقتضي هذا. هذا المعنى هذا ضعيف عندنا إلى درجة الإنعدام، قليل قليل الإحساس ديال النبي. ولا تحصل الغفلة لقلب المؤمن إلا بعدما يفرغ قلبه تماما من هذا المعنى، فيكون آنئذ من الزائغين ويكون من المنحرفين والشاردين. ولذلك جعل الله لنا القرآن ذكرا، رسالة كتعرفنا بمولانا الذي خلقنا وترتب علينا مسؤولياتنا من الخدمة والعبودية، وقبل ذلك وبعده تذكرنا. القرآن ذكر، لما تقرأ القرآن تلوه خصك تحس بأنك تتذكر. شنو هو الذكر؟ الذكر في العربية ضد النسيان، من هنا نبدأ، ولكن احنا نسينا حتى هذا المعنى الأول البسيط. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، فذكر إنما أنت مذكر، يعني لا وظيفة لك ولا شغلة لك ولا مهمة لك يا محمد عليه الصلاة والسلام إلا أن تذكرهم بما نسوا. وما نسينا؟ نسينا العهد الأول الذي فطر أو فطرت قلوبنا عليه. سبحان الله العظيم، الإنسان أي إنسان، هذه من المعاني الوجودية ديال الإنسان باش توجد وتخلق، والتي جاءت بها الرسالة. ارجعوا أيها الإخوة للقرآن، ارجعوا على أنه رسالة من عند الله، وقرأ هذه المرة على أنه رسالة جايك أنت، ستجد عجبا وتشعر بشيء آخر، كأنك وقد قرأت الآيات ما قرأت، كأنك لم تقرأها قط، فتصبح آنئذ من المبصرين، لأن الآيات بصائر، قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها. البصائر جمع بصيرة، يقول في العربية البصيرة في الأصل هي هذيك الثقب اللي يكون في الباب، إلا دق عليك شي واحد كتطل قبل ما تقول شكون كتطل تشوف، فهي تبصرك بما حجب عنك، وحقائق الكون محجوبة عن الناس إلا أن يبصرهم الله بها. فنزل القرآن يبصر الناس لو كانوا يبصرون، قد جاءكم بصائر، هذه نوافذ، كل آية بصائر يعني آيات، كل الآيات بصائر نوافذ كي يطل الإنسان منها على الكون كله، فمن خلال آية القرآن نبصر الكون ونبصر من الحقائق الدنيوية من عالم الشهادة ومن الحقائق الأخروية من عالم الغيب ما لا يمكن إبصاره إلا عبر الآيات البصائر. حينما تدرك وتشعر أن القرآن رسالة وتقرأه بهذا القصد وعلى أنه من عند الله كلام الله، ستبصر إن شاء الله. قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها. هذه البصائر تجعلك قلت تشعر وتدرك من الحقائق ما لم تكن تدرك من قبل، وتشعر وتدرك لما جعل الله لك القرآن ذكرا يذكرك بحقيقة وجودك الأولى. وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا. قال لهم الله عز وجل أن تقولوا، يعني ردوا البل تمشي وتنكروا، أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين،
حوار عجيب دار بين رب العزة وبين الأنفس جميعا من خلق الله قبل أن يزعها في أبدانها. كاين حديث صحيح من النبي صلى الله عليه وسلم يذكر لنا ذلك، وقد أظهر الله عز وجل الأنفس لآدم عليه السلام ينظر إليها في صورها النفسية قبل أن تحل بصورها البدنية، شيء عجيب. فالأنفس كلها كافرها ومؤمنها اليوم في الدنيا قد شهدت بلاء شهدنا، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة، هذه أصل الفطرة أنها شاهدة بوحدانية الله عز وجل مذ كانت في عالم الغيب، ولكن حينما تولد إلى الأرض وتحل بالبدن تنسى كما نسي آدم حينما أهبط الأرض، نسي كثيرا من الحقائق كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في تتمة هذا الحديث نفسه، حينما كان النبي عليه الصلاة والسلام آدم عليه الصلاة والسلام يتفرس في صور بنيه قال هذه ذريتك يا آدم، فرأى شخصا أعجبه منظره قال أي ربي من هذا؟ قال هذا ابنك داود، داود معروف عليه الصلاة والسلام وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، كان أمر عجيب، يا جبال أوبي معه الطير إنا سخرنا الجبال يسبحن معه بالعشي والإشراق والطير محشورة، يعني شيء عجيب جدا أنه الجبال تذكر الله معه والطير كذلك. ومن اللطائف في هذه الآيات التي ذكرت في حق داود، يعني لندرك كيف كان عجب آدم من داود، أن الله عز وجل جمع له أمرين متناقضين في الإدراك البشري لكنهما ليس كذلك في علم الله، الجبال أقسى مخلوق القسوة فهي كالحجارة أو أشد قسوة، إلا بغيت تمثل شي واحد قاسي قلبه تقول له بحال الحجرة، والجبل حجر، فجعل الله عز وجل له قلبا يرق ويشعر ويخشى ويبكي ويذكر ربه، يا جبال أوبي معه والطير، أقسى مخلوق مع ألطف مخلوق عاطفة وهو الطير، لما كان بغيو نمثلو بالعاطفة الجياشة القوية كان نمثلو بالطير ونكنيو بالطير، واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، لأن الطير معلوم أنه يخفض جناحه يضع أجنحته كما في الحديث إن الملائكة لا تضع أجنحتها لطالب العلم، يعني شبيها لها بالطير من حيث عاطفته وحنانه ورقته ولطفه، إذ يطعم أبناءه ويحتضنهم من العدو بجناحي عاطفة جياشة. ومعروف زمان كنا في البادية كان طيروا هذا الإمام والطيور ما كيقدرش يطير كيمشي مع الأرض بجناحه يضرب، إذن ما نطيروا على البيض دياله والفراخ دياله، يعني يغامر بحياته يعرض نفسه للموت بسبب جيشان رحمته وعاطفته على فراخه. وجمع الله عز وجل الجبل والطير مع ذكر الله عز وجل يستوي القاسي واللطيف. وكان داود عليه الصلاة والسلام قد جمع له ذلك معجزة، فكان بعض ذلك مما ذكرت مما أعجب آدم، فقال له يا ربي كم عمره؟ قال له 40 سنة. وقد علم آدم من ربه أن عمره يعني عمر سيدنا آدم 1000 سنة كما صح في الحديث النبوي الشريف، قال له يا ربي زيده 40 سنة جاءت قليلة، هو عايش 1000 سنة والآخر 40 سنة استقل وتقال، قال له ليس من عمر ابن آدم إلا ما كان، قال له يا ربي زيده من عمر 40، قال له أنت وذاك نعطيه 40 من ديالك نعطيه، فزاده الله عز وجل 40 سنة من عمر آدم خصمها من 1000 سنة. قال النبي عليه الصلاة والسلام يعني سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام اللي يحكي، فأهبط آدم ونسي، مشالوا من باله هادشي، هاد النسيان ماشي نسيان اجتماعي زعما اللي كتجي شي واقعة وتذكرك فيه، لا، هذا نسيان بتحول المخلوق من عالم الغيب إلى عالم الشهادة، من عالم الروح إلى عالم المادة، من السماء إلى الأرض،
وهذا الذي يحصل لنا حينما نولد إلى الأرض، ننسى بلا شهدنا كتمشي لنا ونحتاج إلى تذكير. فنسي آدم ونسيت ذريته، وجحد آدم وجحدت ذريته، لأنه حينما حان أجله 1040 جاء ملك الموت فقال له قد حضرت لقبض روحك، قال له مازال بقي 40 سنة بقي، قال له أولم تعطي ابنك داود 40، قال له أنا، قال له نعم، قال له أبدا. فجحد آدم وجحدت ذريته. ولذلك جعل الله الشهود والكتبة عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما ينفض من قول إلا لديه رقيب عتيد، مش ما بقيش غضة تقول أبدا. فجحد آدم وجحدت ذريته، ونسي آدم ونسيت ذريته. الهبوط إلى الدنيا، الولادة، الخروج من عالم الغيب، من رحم الغيب إلى الأرض، إلى الدنيا، ينسي هذه الحقائق الإيمانية. ومن اللطائف أن هذه الأحاديث التي يعني جعلت من آداب التحنيك والأذان الذي يكون للمولود في أذنه اليمنى والإقامة في أذنه اليسرى، نحدث من بالأذان والإقامة؟ إلى الإدراك الذهني مازال ما يكون، سيحتاج إلى أن ينشأ ويتعلم اللغة وأن ينمو ذهنه ليكتسب المعارف الاجتماعية واللغة ليدرك ويخاطب ويستجيب ويفهم. فكيف تخاطب الوليد وليد اللحظة بأذان وإقامة؟ تخاطب تلك النفس التي غشيت بالجسد ولبست البدن، تذكرها، وجاء القرآن كل القرآن لذلك ليذكر، وسمي القرآن ذكرا يذكرك. حينما تتلو القرآن لا تنسى أنه ذكر يذكرك بحقيقتك الأولى، أنك مخلوق لله، وأنك قد قطعت عهدا على نفسك لله. نحن في حاجة إذن إلى مراجعة حقائق القرآن البسيطة والنظر في الآية إبصارا، إبصار، تحاول أن تبصر حقائق القرآن في نفسك، يعني بغض النظر على المعاني الدقيقة، يعني المسائل البسيطة، ياك الحمد لله رب العالمين المغاربة كمين يعرفوها، ما محتاج لتفسير. ألا تسأل نفسك يوما لما تحمد الله؟ الحمد لله يا رب العالمين، ما الحمد ولما تحمده؟ الرحمن الرحيم، ما أثر تلك الآية في نفسك وفي أبنائك وفي محيطك؟ هذه الأشياء بسيطة جدا، وإنما تحتاج إلى تدبر، غير تأمل. قل إنما أعظكم بواحدة، بهذه أختم بحول الله عز وجل. الله عز وجل خاطب الكفار على لسان سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، جادلهم النبي صلى الله عليه وسلم وحاول إقناعه، وهم صناديد الكفار مجادلون، وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. قال الله عز وجل كلمة واحدة، قل يا محمد عليه الصلاة والسلام، قل لهم للكفار، قل إنما أعظكم بواحدة، ديروا غير هذه، ما تزيدش اثنين، هذه كافية، لو صدقت نفسك فيها، يكون صادق مع نفسك، ستصل وستبصر بإذن الله. ما يحتاج إلى علم كثير، يحتاج إلى صدق كثير، والمعلومات اللي عندك كافية بإذن الله عز وجل لتصل بك إلى الله عز وجل بصدقك وصدق توجهك. قل إنما أعظكم بواحدة، أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا، ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. عجيب أن أول ألفاظ الدعوة الإسلامية، أول كلمات ديال الدعوة الإسلامية جات هي ألفاظ ديال النذارة، نذير. كان عارفوا بأن سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام بشير ونذير، ولكن الكلمات الأولى ديال الدعوة جات نذارة، يا أيها المدثر قم فأنذر. وطلع سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام من الجبل ديال الصفا، الكدية ديال الصفا، وعيط على القبيل والفخاد ديال القبيلة ديال قريش، يا بني فلان يا بني فلان، حتى اجتمع إليه رؤساؤها فقال لو أخبرتكم أن خيلا تغير عليكم من وراء هذا الوادي أكنتم مصدقين؟ قالوا ما عهدنا عليك من كذب. قال فإني نذير لكم
بين يدي عذاب شديد. إذا كثر الفساد وغرقت البلاد في معصية الله والجحود ما كان يخرجها من ذلك إلا النذير، لأن الخوف آنئذ يكون غالبا على الرجاء. نذير: ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. وعجيب أنه عز وجل قال لهم تخرجوا أن تقوموا لله، مش قيام الليل يعني، وهذا ما يصليوش، هذا كفار أصلا ما زال ما أمنوش، ويخاطب الكفار الآن، ولكن أن تتجردوا من رواصبكم السابقة وثقافتكم الجاهلية والتأثيرات باليوم الإعلامية الفاسدة المدمرة المخربة، واعطي لنفسك واحد اللحظة فكر فيها. كي يقول لك بنادم والله راسي ما لقيت نفكر فيه، إذن مالك؟ هذه الدنيا التي أنت تريد أن تجمعها هي التي جمعتك، ومالك الذي تعتقد أنك تديره هو الذي يديرك. من اللي تقول لي نسيت راسي؟ مصيبة هذه. اخرج من بيئتك الفاسدة الفاجرة وفكر في مصيرك وفي حقيقة وجود الله عز وجل وفي حقيقة عبوديتك لله، أن تقوم لله مثنى وفرادى. وما قال شيء ثلاثة، الجمع في العربية كيبدأ بالثلاثة، والمثنى ملحق بالمفرد ولد عمه. لأن هذاك التفكير الهادئ والتدبر والتفكر اللي ينبع من الوجدان ديال الإنسان، إما أن يحصل في خلوة بينك وبين ربك، سد على رأسك، سرق رأسك من أشغالك وهمومك لحظة واحدة، وفكر في نفسك بنفسك مع نفسك. ما أسلفت من عمرك؟ شحال داس عمرك؟ وكم يمكن أن يكون قد بقي؟ وكتنسى رأسك حتى تجد نفسك على شفير القبر، أو أن تخرج أو أن تخرج مع صديق لك صالح ينصحك. شحال واحد بغي يتوب وما قد. اعرض نفسك على طبيب مؤمن، يعني شي طبيب بالمعنى الذي، رجل عالم فقيه ورع تثق فيه، اعرض عليه قضيتك مشكلتك بينك وبينه، عسى أن تستطيع أن تتغلب على نفسك وأن يدلك على مسلك تسلك عبره إلى الله عز وجل توبة نصوحا، وتفلت من مصايد إبليس. أن تقوم لله مثنى وفرادى، ثم هاد ثم كتعني يعني من بعد ما تحصل هاد الشيء اللي داز عاد يصلح لك هاد الشيء اللي جاي. تفكر، لا يسلم تفكرك إلا إذا كان بالمنهج الذي ذكر قبله، أن تقوموا لله، جرد لله عز وجل وليس لأمر آخر. أصدق الله في حب التوبة وفي حب السير إلى الله والنصح لله، واجعل ذلك نابعا من باطنك، من داخلك، من وجدانك، وتفكر في نفسك بنفسك، ثم تتفكر، ثم غادي تشوف، ستبصر، ستبصر إن شاء الله. ماذا ستبصر؟ ستبصر حقيقة أمرك ووجودك، وتشعر بالرغبة في الفرار، في الفرار إلى الله. ففروا إلى الله، إني لكم منه نذير مبين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.